طيب نروح بقى لإحصائيات كده شوية، لأن زي ما احنا بنتكلم كل يوم في إصابات مختلفة، وللأسف برضو في أعداد متزايدة من الوفاة. فامبارح بقى وصل معدل الإصابات بفيروس كورونا 351، وللأسف الشديد 13 وفاة. كمان أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات للحد بقى من انتشار فيروس كورونا في المحال التجارية، هيتضمن هنا وضع علامات على واجهات المحل بتطالب الزبائن بعدم الدخول بدون كمامة أو عند كمان ظهور أعراض كورونا. تضمنت إرشادات وزارة الصحة والإسكان ضرورة أيضا وضع علامات أرضية داخل المتاجر للالتزام بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد وعدم لمس الأسطح. شملت الإرشادات أيضا وضع حواجز بلاستيكية عن أماكن تحصيل الفواتير أو التعامل مع العملاء، مع تشجيع العملاء على العمل بنظم الدفع الإلكتروني والاستمرار في تنظيم أعداد وطوابير العملاء. يعني خلي اقول لحضراتكم على حاجه، خلي اقول لك يا كريم، كل ده كلام جميل جدا واحنا لازم نلتزم، والفتره اللي جايه اعتقد ان احنا او الاشهر القادمه اعتقد ان هي هتشهد المزيد كمان من هذه الاجراءات الاحترازيه، والموضوع هيبقى شويه يعني ناس هتشوف ان هو حاجه تخنق او كده، بس للاسف الشديد احنا مجبرين على هذه الاوضاع، لان احنا لو استخففنا، احنا شفنا دول اوروبيه مختلفه بلا ذكر يعني، او منهم خلينا نقول عادي ايطاليا الويف الاولى ما التزمتش في البدايه، فاصبحت هي من اكبر الدول واكثر الدول اصابات على مر شهور. فاحنا اكيد مش عايزين نوصل لده، فكويس جدا ان احنا من دلوقتي بنتبع ده. هنتخنق شويه بس في الاخر لمصلحتنا يعني. يعني عشان كده بقول لك هو اهم حاجه الالتزام، واحنا للاسف الشديد شفنا كمان في الموجه الاولى من كورونا، انا شخصيا يعني شاهدت شويه حاجات اغرب من خيال اقسم بالله. زي يعني اقول لك زي ايه؟ زي مثلا كنت في مره من المرات مع صديق ليا، وكان كنت رايح معاه مشوار، هو كان المفروض حاجه ليها علاقه باوراق وتجديد اوراق وحاجات زي كده، والمكان اللي احنا رايحينه مش هقول لك انهي جهه، المهم او هقول لك لحقا، هقول لك لحقا، واخده بالك؟ المهم في طابور من البشر واقفين ومحطين طبعا علامه عند مدخل الباب ده ان ممنوع دخول اي فرد عشان يخلص اوراقه كده لما يكون لابس كمامه. احب اقول لك ان انا الطابور اللي عندنا او اللي انا شفته فيه على الاقل 30 الى 40 بني ادم، حلو، اغلبهم ما همش كمامات، بس عرفت بقى لاحقا معلومه ان هو في حد بيبقى واقف في اول الطابور مثلا لابس الكمامه بيدخل يخلص اوراقه ويطلع يقلع الكمامه. لا 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 والله لا العظيم زي ما بحكي لك، يقلع الكمامه يديها للي بعديه، يدخل لا يستوفي اوراقه ويخرج يديها للي بعديه وهكذا. تخيل يا نهوان، بص هقول لك على حاجه، للاسف الشديد في جهل ثقافي لدى البعض، يعني مش يعني الجهل انواع اصله. الفكره ان انت لما تعمل حاجه زي كده هو انت مش بتتحايل على القانون، يعني مش شطاره، انت في الاول وفي الاخر انت بتضر نفسك او ممكن تكون بتقتل نفسك على فكره، ان اللي قبلك لو هو مستعمل الكمامه فانت طبعًا خلاص انت خدت الفيروس، لو مناعه جسمك مش كويسه انت حضرتك هتتوفى لا قدر الله يعني. ف انا مش عارفه الاستخفاف ده، بس لو بيأذي نفسه بس اقول لك ماشي، ده بيأذي، بتلاقي لا اله الا الله من بعديه، فدي المشكله، واسرته واولاده ووالدته طبعا.